لا ما بقيش غيكون مشاهد على كيف تحولنا مسيرة. لا لا صافي لا 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 هنا كتفرخ الأمور. كان سوى المنع وعدم حوار سواء مع الفرقاء الاجتماعيين ولا تنسيقيات. الإخوان ديال الأمكنة كتشوفوا كانوا متحاورين معنا مزيان، لقينا الأخ تفيق عليهم بعدا الإخوان راه ديالو، لقينا الأخ مسؤول على ما تعرفوش فينا هو الأخ مسؤول تدخل. أستاذ محسن دلمي من مديرية تطوان، من أصحاب عضو من الزنزانة 10، 25 سنة أقدمية في التعليم. الحمد لله الظروف كاملة متوفرة فينا وبقت هاد الفئة هذه الأكثر مظلومية مع الأسف. إلا كان على الإجازة حتى احنا راه مجازين، عندنا الإجازة، عندنا الأقدامية، عندنا التجربة في الميدان، ورغم ذلك تسوت مجموعة من الملفات وبقت هذه الفئة مع الأسف بها واحد الغبن، فيها واحد الحيف. لا يعقل أن أستاذ يمارس في القسم لمدة ربع قرن، 25 سنة فأكثر، وباقي بواحد الأجرة زهيدة بغض النظر على القوانين وعلى المسائل المعمول بها. فيرجعوا هاد بعض الاجره اللي كتعطى للاستاذ، راه لا يعقل. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه ان مجموعه الملفات تسوت وما تسواش هذا الملف هذا. ناخذ كمثال الماده 12 من القانون الاساس اللي كتخول 15 سنه اقدميه لكل من استوفى 15 سنة أقدمية وست سنين في السلم. هذه كانت مطبقة وخذوها واستفدوا منها الأساتذة السلك الثاني. إذا الأساتذة السلك الابتدائي تحرموا منها، علاش؟ لماذا هذا الظلم هذا؟ السلام عليكم، معكم الأستاذ فكاك نور الدين، هو عضو التنسيقية الجهوية فاس مكناس. وجينا احنا الآن كنجسدوا واحد شكل نضالي اللي دعا ليه البيان التصعيدي ديال الأخير ديال التنسيقية بمناسبة ديال اليوم العالمي للمدرس، اللي هي مناسبة دي كيحتفل بها المدرس، ولكن حنا في ظل الوضع القائم اللي كنعانيو فيه بزاف، كنعانيو مجموعة ديال الحيف وواحد المجموعة ديال الظلمات باش من هذا. وفي انتظار تشكيل الحكومة حنا راه كنوصلوا الصوت ديالنا للوزارة. الاسم نادية تراس، عضوة المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10، خريجي السلم التاسع. هاد التنسيقية اللي أبانت على الانخراط ديالها الفعلي في العملية التعليمية التعلمية، واليوم جينا باش نحتفلوا باليوم العالمي للمدرس. عندنا احتفال خاص لأنه لا يمكن أن نحتفل بعيد المدرس دون إنصاف هذا المدرس هذا. حنا كأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم التاسع نعاني الحيف، حيث أننا قضينا تقريبا 14 سنة في السلم التاسع، وهناك من قضى كذلك فوق 10 سنوات في السلم العاشر، ولا زالوا يعانون من هذا الظلم هذا الحيف. اسم عبد العاطي طبطوب، منسق جهة رباط سلا عند تنسيقية أساتذة الزنزانة 10، الأساتذة المرتبين في السلم العاشر وخريجي السلم التاسع. تأسي وقفة اليوم للمطالبة بالإنصاف ومن التمييز الذي تعرض له الأساتذة في هذه الفئة منذ الذين تخرجوا منذ منتصف التسعينات، والذين قضى أصغرهم قرابة 20 سنة وأكبرهم يدنو من 50 في عمره، مما يسمح بحرمانه وبإغلاق مجموعة من الآفاق في وجهه. وكذلك نكران ما قدمته هذه الأجيال الأساتذة للمغرب عموماً.